السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جي اس كا اخبار تي في، وكذلك جي اس كا اخبار التي دائما ما تأتيكم بالحصري والجديد على اخبار الشبيبة حصريا. يعني المؤشرات الاولى تلمح الى تأثر المفاوضات بين ابراهيم ديب وشبيبة القبائل، والاخير منح الاولوية لنادي الحالي الذي يريد الاحتفاظ به طبعا شباب قسنطينة. اجتماع مرتقب بينه وبين إدارة النادي الرياضي القسنطيني للفصل النهائي بالتجديد طبعا أو المغادرة. أما بخصوص صفقة مدني لاعب المنتخب الوطني الجزائري ومدافع أيضا شباب قسنطينة، احتمال كبير وبنسبة كبيرة إنه سيذهب إلى شبيبة القبائل وعدم تجديد عقده مع شباب قسنطينة. هذا ما أخبرنا به طبعا الصحفي جمال معزوزي. يعني نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لشبيبة القبائل، ونتمنى منكم أنتم أيضا كمناصرين ومحبين شبيبة القبائل تعطيونا رأيكم في الصفقة الأولى تاع إبراهيم ديب، وفي الصفقة الثانية كذلك تاع محمد أمين مدني لاعب المنتخب الوطني الجزائري وكذلك شباب قسنطينة، يعني مدافع شباب قسنطينة. نتمنى منكم تعطيونا كامل آراءكم في التعليقات، ونتمنى كذلك تقترحوا علينا لاعبين كبار لشبيبة القبائل في هذا الموسم إن شاء الله. نتمنى أنهم يحضروا بقوة، والكل أيضا يتساءل من سيكون المدرب الجديد لشبيبة القبائل. البعض يعني يقول لك راهو 90% سيكون الكوكي، لا نعلم من سيكون، لكم الحكم في التعليقات.